أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في ساعة إخبارية مفصلة من العربية، نستعرض ونرصد معكم أبرز المستجدات فيها وهذه العناوين. على وقع غارات مكثفة، إسرائيل تستهدف مستشفيات جنوب غزة وتحاصر مستشفيات الشمال. إسرائيل تعلن عن جدول زمني لحربها على غزة وتحاول عقد صفقات تبادل أسرى الشهرين المقبلين. فرنسا تسقط مسيرات في البحر الأحمر، الحوثي يهدد بتوسيع الهجمات وإسرائيل تتوعد بالرد. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام المصريين في الداخل في الانتخابات الرئاسية لثلاثة أيام. في غزة، وبعد دخول الحرب الإسرائيلية على القطاع شهرها الثالث، هكذا يبدو المشهد، دمار في كل مكان، حتى كما تابعنا قبل قليل في هذا الفيديو، غارات إسرائيلية مستمرة على كل أنحاء القطاع، اشتباكات عنيفة تتركز الآن في الجنوب، نازحون مكدسون في مدارس ومراكز إيواء وخيام، يواجهون بالإضافة إلى خطر القصف الجوع والبرد والأمراض في ظل نقص المياه والغذاء والخدمات الأساسية. القطاع الصحي مشاهدين المنهار أصلا يواجه مزيدا من التدهور مع قصف إسرائيلي يستهدف المستشفيات في خان يونس جنوبا وحصار لجميع مستشفيات شمال القطاع. وعلى وقع الوضع الكارثي في غزة، وضعت إسرائيل جدولا زمنيا للحرب وقالت إن وقف إطلاق النار لن يتم قبل شهرين، وهذه صور مباشرة نتابعها وإياكم الآن مشاهدين من قطاع غزة لغارات إسرائيلية مكثفة يبدو أنها استهدفت مربعا سكنيا مدمرا أصلا كما نشاهد في هذه الصور المباشرة أمامنا. أعمدة الدخان تتصاعد من هذه المنطقة التي تم استهدافها من قبل الطيران، طيران الجيش الإسرائيلي، وكما يبدو بأن الانفجار كبير وواسع في هذه الصور المباشرة أمامنا. لا تعليق حتى الآن أو معلومات حول طبيعة هذا الاستهداف، لكن بالطبع سنطلع على كل التفاصيل مع شبكة مراسلي العربية في القطاع وإن جد جديد في أي بيانات رسمية. وهذا وقد كثفت القوات الإسرائيلية من غاراتها على شمال ووسط غزة، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بغارات إسرائيلية عنيفة على دير البلح ومخيمات نصيرات والمغازي والزوايد بوسط القطاع. هذا وشنت طائرات إسرائيلية غارات عنيفة على حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وجنوب القطاع. أيضا استهدفت القوات الإسرائيلية الطريق بين خان يونس ورفح، فيما سقط العشرات بين قتيل وجريح في قصف استهدف منزلا غرب خان يونس جنوب غزة. وبينما تدور اشتباكات عنيفة، استهدفت المدفعية الإسرائيلية محيط المستشفى الأوروبي بخان يونس جنوب غزة. كشف وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش أن الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفيات بشمال القطاع ويستهدف المرضى والطواقم الطبية، يطلق النار على كل من يقترب أو يخرج من المستشفيات. يأتي هذا في وقت يتعرض مستشفى خان يونس لحصار خانق أيضا ولقصف إسرائيلي يستهدف المرافق الطبية جنوب
القطاع. من جانبها مشاهدينا، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية لا تزال مستمرة في جميع أنحاء القطاع، وأضافت أن مستشفى العودة في شمال القطاع لا يزال محاصرا منذ 5 ديسمبر، مشيرة أيضا إلى أن 2 من العاملين الصحيين قتلا بالرصاص أثناء عملهما داخل المستشفى. وعبرت المنظمة عن بالغ قلقها بشأن سلامة المرضى والأطقم الطبية في مستشفى العودة وكافة المرافق الصحية. ينضم إلينا من رفح الآن جنوبي قطاع غزة مراسل عربية أحمد حرب. أحمد، مرحبا بك معي في هذه النشرة. دعني أبدأ معك أولا من آخر الأنباء التي تتحدث عن استهدافات طالت خان يونس، عن استهداف منزل. حتى الآن أعداد القتلى وصلت إلى 10 أشخاص. لا أعلم إن كانت لديك معلومات، وهل لا زالت الأرقام يعني عند 10 قتلى حتى الآن؟ نعم نايف، الغارات الإسرائيلية ما زالت متواصلة على مدينة خان يونس بالتحديد. الاستهداف والتركيز والتكثيف للضربات الإسرائيلية على هذه المدينة، العملية العسكرية البرية ما زالت متواصلة فيها. قبل قليل كان هناك استهداف لمنزل في شرق مدينة خان يونس في عبسان، أيضا في بلدة خزاعة كان هناك استهداف لمسجد، بالإضافة أيضا في الجهة الغربية لمدينة خان يونس أيضا كان هناك استهداف لمنزل، أسفر عن عدد من الضحايا وأيضا 10 الإصابات وصلت إلى مجمع ناصر الطبي. هذا بالإضافة أيضا إلى الاشتباكات التي تدور على الأرض بشكل عنيف ومركز في بلدة بني سهيلة والقرارة وحي الشيخ ناصر ومنطقة الفخاري في أقصى شرق مدينة خان يونس. هذه المناطق تدور بها اشتباكات حسب ما علمنا من المصادر في خان يونس قبل قليل، ما زالت تدور بشكل عنيف ومركز ما بين عناصر القسام والفصائل الأخرى والجيش الإسرائيلي. هذا يأتي بالتزامن مع استهداف مدفعي من الدبابات الإسرائيلية المتمركزة شرق مدينة خان يونس. هذا طيب. على صعيد خان يونس العملية على أشدها مستمرة في هذه المدينة، بالإضافة إلى الاستهدافات الأخرى سواء كان في المحافظة الوسطى في دير البلح. طيب طيب، سنأتي بعد قليل أحمد، سنأتي عليها مع شبكة مراسلي العربية المناطق الأخرى، لكن أيضا دعني أسأل عن مسألة حصار واستهداف المستشفيات في الجنوب، المستشفى الأوروبي أيضا. هل من أي معلومات تفاصيل حول الاستهدافات، محاصرة المستشفيات من قبل الجيش الإسرائيلي في الجنوب، كيف تأثر القطاع الصحي بها؟ بكل تأكيد المشافي في المناطق الجنوبية تتعرض إلى أحزمة نارية. المستشفى الأوروبي في شرق خان يونس وشرق رفح أيضا كان هناك استهداف لهذا المستشفى بالأحزمة النارية. لمحيط هذا المستشفى هناك إصابات جراء هذه الأحزمة النارية. مجمع ناصر الطبي أيضا في ساعات الصباح كان هناك إلقاء قنابل دخانية عليه بشكل كبير. أيضا المستشفى الميداني الأردني الثانية وهو بجانب مجمع ناصر الطبي كان هناك إلقاء قذائف عليه. أصيب بعض محتويات المستشفى بشكل كبير، كان هناك بعض الحرائق في بعض المحتويات حسب ما علمنا من وزارة الصحة الفلسطينية، وبالتالي هذه المشافي تتعرض إلى ضغوطات وأيضا بسبب أعداد المصابين الذين يصلون إليها، بالإضافة أيضا إلى الاستهدافات في محيط هذه المشافي التي تتعرض إليها في كل وقت. وأيضا هنا في رفح المشافي الخمس التي تعمل على استقبال الجرحى والمصابين والمرضى أيضا تعاني من نقص شديد في المستلزمات الطبية والأدوية والمعدات اللازمة، عدا أيضا عن نقص الوقود ونفاذه بشكل كبير في هذه المشافي مما يهدد الخدمات الصحية والعملية الصحية. طيب. في هذه المشافي على الرغم من أن هناك أعداد كبيرة من المصابين تصل إليها بسبب الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة سواء كان في خان يونس أو حتى في رفح. والحديث كان من الصحة الفلسطينية عن آلاف الإصابات. طيب، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات التفاصيل من رفح جنوب قطاع غزة مراسل العربية أحمد حرب، شكرا لك. رصدت مشاهدينا كاميرا العربية نفاد المؤن والمواد الغذائية الأساسية في محل سوق دير البلح بقطاع غزة بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية وشح المساعدات، حيث يواجه السكان صعوبات في العثور على ما يسد رمقهم وإسكات أبنائهم الجوع. نتابع مع زميل أسامة الكحلوت. هذا هو السوق المركزي في مدينة دير البلح. هذا السوق يقع وسط مدينة دير البلح. ما يعرض الآن في الأسواق هي مخللات كما تشاهدون. هذه المخللات هي مخزون من المنتجات كان يجهز لشهر رمضان، ولكن
الحاجة الماسة لكل المواد الغذائية هنا في قطاع غزة بسبب نفاد السلع الغذائية والمواد الإغاثية والطعام والمياه. استدعى كافة التجار ممن يعملون على تخزين المواد الغذائية لشهر رمضان إلى إخراج سلعهم وبضائعهم إلى الأسواق من أجل تسويقها. هنا شح كامل للمواد الغذائية، هنا نفاذ لكافة السلع التي هي بحاجة إلى التسويق والتي هي يعني هي حاجة الناس الأساسية للطعام والشراب. كما تشاهد هنا نازحين بأعداد كبيرة وسكان منطقة دير بلح، ولكن لا يوجد أي من السلع الغذائية حتى هذه اللحظة بسبب إغلاق معبر رفح البري أو سواء إغلاق معبر كرم أو السالم التجاري، وبذلك هذا أدى إلى نفاذ كل المواد الغذائية. كل هذه السلع التي تدخل عبر الشاحنات المساعدات تصل إلى مدارس اللواء، ولكن الأسواق فارغة حتى الآن. هذا المحل التجاري أحد أكبر المحلات التجارية في مدينة دير البلح، كان يعد بالزبائن وكان يعد أيضا بالسلع والمواد الغذائية قبل الحرب على قطاع غزة، ولكن الآن الأمر اختلف كليا بسبب الحرب على قطاع غزة. هنا نفاذ لكافة السلع الغذائية كما تشاهدون، هنا لا مواد غذائية، الأرفف انتهت من البضائع ونفذت منها كميات البضائع خاصة فيما يخص السلع والمواد الغذائية التي تستهلك بشكل يومي في منازل المواطنين. والله مش متوفر ولا أي نوع من المواد الغذائية، شوية مواد تنظيفية الباقية بس. بندور على ملح، على سكر، على سيرج، على شيء، ما فيش شيء موجود في البلد. زي ما انت شايف لما يكون في شيء عند واحد بكون طالب فيه غالي، يعني سعر ليش شاري الانسان؟ ليش غالي زاد عن حده يعني؟ مش لاقي، مش عارف الشهادة، انا مش لاقي شيء في المحل. جايين نتسوق على جبنة على اي هاي، مش لاقيين شيء. الوضع صعب. هذا هو واقع الحال في قطاع غزة، نفاذ كامل للمواد الغذائية وإغلاق للمحلات التجارية ونفاذ لكافة السلع الغذائية عن أرفف المحلات التجارية. أسامة الكحلوت لقناتي العربية والحدث من دير البلح. هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم إنه لن يتم وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل شهرين، وأشارت أيضا إلى أنه خلال تلك الفترة سيكون هناك محاولات لعقد صفقات إضافية لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. المسؤولون أيضا أضافوا أن إسرائيل ستسمح خلال الشهرين المقبلين لبعض سكان غزة بالعودة إلى منازلهم بموجب طلب أمريكي. وفي خبر عاجل مشاهدين ورد قبل قليل، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت قوة إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة، فيما أفاد مراسل العربية بمقتل 5 جنود إسرائيليين في المعارك الجارية داخل القطاع، كما أصيب 12 جنديا وضابطا بجروح خطيرة باشتباكات داخل القطاع. وبهذا العدد يرتفع إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العمليات البرية داخل غزة إلى 102. من حدود قطاع غزة تنضم إلينا مراسلة العربية لنا كالغاصي. لنا مرحبا بك معي في هذه النشرة، ما الجديد ميدانيا إن كانت هناك من معلومات أو ما يمكن رصده منذ الصباح على الحدود حدود قطاع غزة؟ نعم، نتحدث عن 17 ساعة من الهدوء الحذر في مستوطنات الغلاف، وبالتالي آخر الرشقة صاروخية كانت بالفعل قبل 17 ساعة من الآن، كانت قد استهدفت مستوطنات الغلاف، ولكن حتى هذه الساعات لم يكن هناك رصد لأي إطلاقات أو لأي إطلاق للصواريخ من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف. ولكن اللافت أن منذ ساعات الصباح صفارات الإنذار كانت تدوي في المنطقة الشمالية شمال حدود بالقرب من الحدود اللبنانية. صفارات الإنذار كانت تدوي لأكثر من مرة، كان هناك أنباء أن طائرة مسيرة على ما يبدو كانت اخترقت الأجواء الإسرائيلية. ولكن من ناحية أخرى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي كان قد تحدث عن الاستهدافات الإسرائيلية التي لم تتوقف منذ مساء الأمس حتى هذه الساعات. الطائرات الحربية الإسرائيلية كانت تستهدف عدد كبير من المواقع، نتحدث عن 250 من المواقع تم استهدافها من قبل
قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا المدفعية الإسرائيلية منذ خلال 24 ساعة الماضية. إضافة إلى ذلك نتحدث عن معارك بالفعل كانت حادة وضارية خاصة في المنطقة خان يونس التي تعتبرها إسرائيل من المواقع الاستراتيجية، حيث تدعي أن هناك يتواجد حركة حماس ومقاتليها بشكل كبير، إضافة إلى الأنفاق التي تتواجد في تلك المناطق. لذلك إسرائيل الآن تحاول كسب مزيد من الوقت، وكانت تدعي بالفعل أنها تحتاج إلى شهر ونصف أو أكثر من هذه الفترة حتى تقوم بتحقيق الأهداف التي كانت قد بدأتها أو رسمتها منذ بداية هذه الحرب، وهي القضاء على القدرات العسكرية لدى حركة حماس واسترجاع الأسرى الإسرائيليين. ماذا عن مسألة عقد صفقات جديدة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس؟ ما الذي يدور داخل إسرائيل حول هذا الملف؟ هل من تصريحات أمنية رسمية لجدية هذه الصفقات مستقبلا على الأقل في الفترة القريبة لنا؟ بالفعل هذا سؤال جيد جدا، خاصة بأن الشارع الإسرائيلي وعائلات الأسرى الإسرائيليين غاضبين بشكل كبير ويحاولون بالفعل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والتوجه إلى صفقة لتبادل الأسرى. حتى عائلات الأسرى عندما قاموا بمقابلة بنيامين نتنياهو يعني خرجوا من هذا اللقاء وهم بالفعل غير راضون، لأنهم يعتقدون بأن الحكومة الإسرائيلية الآن لا تضع الجنود الإسرائيليين ولا حتى الأسرى الإسرائيليين في سلم الأولويات، ولا تريد بالفعل ربما يعني تريد بالفعل إرجاعهم، ولكن من خلال المعارك البرية والتوغلات، ولكن هذا بالفعل يعرض الأسرى الإسرائيليين للخطر. وهذا بالفعل ما شاهدناه عندما أعلنت حركة حماس عن مقتل أحد الأسرى من مستوطنة بييري تحديدا، وهي أحد المستوطنات المحاذية لقطاع غزة. إضافة إلى ذلك كان هناك بالفعل يعني رئيس الموساد الأسبق تحدث للقناة الثانية عشر العبرية وقال بالفعل أنه ربما سوف ننجح في استعادة جندي أو أسير أو أسيرين، ولكن بنهاية المطاف التوغلات البرية على ما يبدو لا تجدي نفعا في استرجاع الأسرى الإسرائيليين. وهذا يعني اعتراف كبير من قبل الرئيس الموساد السابق الإسرائيلي، ويقول بأن إسرائيل الآن هي تضيع الوقت، وقال بالفعل ربما إذا اتجهنا إلى صفقة لتبادل الأسرى سوف يكون أفضل للجانبين ولاسترجاع على الأقل الأسرى الإسرائيليين أحياء. شكرا لك من حدود قطاع غزة مراسلة العربية لنا كالغاصي على كل هذه المعلومات. نزحنا طبعا بعد 43 يوم من الحرب، بعد ما نزلت بيوتنا علينا طبعا طلعنا هيك لا مأوى لا مسكن لا ملبس لا مصار ولا إشي، يعني إحنا وضع دمار شامل. هاي الخيمة بتحتوي على 30 نفر. أغلب الناس انهددوا وانقصفت عليهم على أولادهم على شباب وعلى هالوضع، ايش في حاجه بتوصل؟ فش الكل خايف، قاعدين لا قادرين نمشي ولا قادرين نقوم، ولا في اكل ولا في شرب، والناس مذبحوا بعض على اللقمه هذو مش لاقينها ولا حبه بندوره ولا حبه حاجه، بروحوا يشتروا بلاقوا شخره يا ريت بلاقوا، وفش شغل وفش مصاري وفش حاجه مع الناس، وخلاف اولادهم اللي ماتوا والشباب والدنيا والحال يهجرونا. والله ما بنموت أنا ولا بدنا نتهجر، وين نروح؟ اللي زي قادر يروح يتهجر يقع في الطريق ويموت، هذا برضه يتهجر. والله أنا بنظن قاعدين في الشارع ولا نروح نتهجر، فيها هجرات أخرى، وين نروح نشحط؟ ما فيش نقدرش، خلاص يقتلونا هان ولا بدناش نروح. نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل أيضا. القوات الإسرائيلية تقتحم بلدات في الضفة الغربية وتقصف منازل في طوباس بصواريخ حارقة. ولدينا أيضا دراسة تؤكد أن أكثر من 60% من القتلى في الضربات على غزة من المدنيين.
حياكم الله من جديد. كشفت دراسة إسرائيلية نشرتها صحيفة هارتس أن حملة القصف الجوي التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة هي الأكثر عشوائية من حيث سقوط ضحايا مدنيين في السنوات الأخيرة. الدراسة أشارت إلى أن نسبة الوفيات بين المدنيين في غزة التي وصلت إلى 61% هي أعلى مما كانت عليه في جميع الصراعات التي حدثت في القرن العشرين. الدراسة التي أجراها الباحث ياجل ليفي أكدت أن إسرائيل تستهدف عمداً التجمعات السكنية للتسبب في خسائر كبيرة في صفوف المدنيين على أمل أن ينقلب الناس على حكم حماس. أصدرت 5 منظمات إنسانية بياناً مشتركاً يصف غزة بالمكان الأكثر خطورة على مستوى العالم بالنسبة للمدنيين، مضيفاً أن القطاع لا يضم موضعاً واحداً آمناً. ومن جانبه كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن الناس في غزة يتضورون جوعاً بالتزامن مع قلة الطعام في القطاع، مشيراً إلى أن الآلاف من الأشخاص يتزاحمون عند مراكز توزيع المساعدات. قال الجيش الأردني في بيان نقلا عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إنه لا توجد أي إصابات بشرية أو أضرار مادية بالمستشفى الميداني الأردني جنوب غزة نتيجة لسقوط شظايا وقنابل دخانية جراء استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع. وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد قالت في وقت متأخر أمس السبت إن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت المستشفى الميداني الأردني بخان يونس جنوب غزة، لكن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات. وصف نازحون إلى دير البلح حياتهم بالجحيم في الوقت الذي يصارع خلاله النازحون الجوع والمرض والطقس البارد تحت خيام هزيلة. جازر دائما بتصير من جازر، ايش بدكم اكثر من هيك؟ اطفالنا ماتت من الجوع، حاليا الميه جدا سيئه، حمامات جدا سيئه، كل شيء تلوث، مكان سيء، حياه بغزه ما فيش حياه. هين محصرينها، لا في معلبات، لا في رز، ما فيش، يعني حالتنا جحيم يعني حياتنا. ومعنا من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بغزة الصحفية خولة الخالدي. خولة مرحبا بك معي في هذا المباشر. بداية، هل هناك ما يمكن التوقف عنده ميدانيا؟ والسؤال أيضا عن نفاذ المواد الغذائية، نفاذ المواد الغذائية الأساسية من المخازن كيف والمحلات كيف يتم التعامل مع هذه المسألة في دير البلح؟ خولة، نعلم أنها منطقة نزح إليها الكثيرين منذ بداية الحرب وتعتبر منطقة آمنة إلى حد ما. بالتأكيد، يعني فيما يتعلق بالتطورات الميدانية هي استمرارية الغارات الإسرائيلية، ولكن بتركيز بشكل واضح على المناطق الشمالية حتى هذه اللحظة. جباليا وبيت لاهيا وأيضا بركة أبو راشد ومنطقة الشجاعية تتعرض إلى وابل من الصواريخ الإسرائيلية في تكثيف واضح للطيران الحربي الإسرائيلي، مدعوما أيضا بالآليات والدبابات العسكرية وسط نداءات عديدة لإخراج عدد من العائلات الفلسطينية المحتجزة تحت هذه الصواريخ بشكل واضح، وعدم تمكن أي من الفرق الطبية أو الدفاع المدني من الوصول إلى المناطق المستهدفة، ومع وجود أيضا عائلات محاصرة داخل مراكز الإيواء في هذه المناطق. فيما يتعلق إنسانيا، الوضع الإنساني كارثي في قطاع غزة. نحن نتحدث عن نقص حاد في المواد الغذائية وشبه انعدام في هذه المواد الغذائية. هناك اعتماد بشكل أساسي على المساعدات القادمة من خارج قطاع غزة إلى داخلها عبر شاحنات المساعدات، ولكن حتى هذه اللحظة شاحنات المساعدات هي قليلة للغاية بالمقارنة بحجم الاحتياج داخل القطاع. خلال ساعات أمس فقط 100 شاحنة مدخلة إلى قطاع غزة، اثنين منها لغاز الطهي واثنتين آخرتين من أجل الوقود، وبالتالي نحن نتحدث عن 86 شاحنة
أو 96 شاحنة من أجل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأكفان، وبالتالي نحن نتحدث عن احتياج عالي جدا بالمقارنة بضآلة حجم المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، والتي عبر عنها الإعلام الحكومي داخل القطاع بأنها نقطة في بحر حجم هذه الاحتياجات. وفي ظل نزوح مستمر، هذا الأمر يعيق عملية إيصال المساعدات بشكل واضح إلى كل العائلات الفلسطينية، والتي فعليا تم بناء عليها وضع استراتيجية لعملية التوزيع، ولكن عملية التنقل المستمرة لهذه العائلات حرم الكثير منها من الوصول إلى المساعدات والحصول عليها بشكل دوري، وبالتالي فعليا هناك تهديد واضح على حياة المواطنين الفلسطينيين والأطفال والمرضى بالتحديد. شكرا لك على كل هذه المعلومات من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، خولة الخالدي. صعبة جدا الظروف، بطلت غزة على حالها قبل، ما ضلش حدا في البلد، الناس بتتقطع وبتترمى، الناس تحت الأنقاض مش قادرين نصل لها، المناظر صعبة جدا. ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير دعا حكومة الحرب إلى عدم السماح للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية للعمل في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة هذا الأمر، وقال إن السماح بدخول السكان إلى هذه المنطقة من مناطق السلطة الفلسطينية المغرقين في التحريض على إسرائيل يعد استمرارا لمفهوم أن الحكومة لا تستوعب شيئا من هجوم 7 أكتوبر على حد تعبيره. نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة من الاقتحامات في الضفة الغربية، منها في مخيمات عسكر في نابلس وقلندية شمال القدس ومدينة الخليل، بالإضافة إلى مدينة طوباس والتي شهدت اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة. وقد فجرت القوات الإسرائيلية بالقنابل الحارقة منازل في طوباس شمال الضفة الغربية في عملية أسفرت عن اعتقال 11 شخصا، كما دأبت أيضا على تدمير الشوارع والميادين في الضفة الغربية. لمتابعة ما يجري هناك معنا من رام الله مراسل عربية عبد الحفيظ جعوان. عبد الحفيظ مرحبا بك معي، ما المتوفر من حصيلة الاقتحامات، حصيلة أيضا كذلك هذه الاشتباكات التي جرت ليلة البارحة في عدد من المناطق المتفرقة بالضفة الغربية؟ نعم نايف، ما ذكرته أنت لأنه لم يحدث أي جديد منذ الصباح حتى هذه اللحظة، الأمور هادئة في الضفة الغربية، لا يوجد أي اقتحامات حتى الآن من قبل القوات الإسرائيلية لمدن وبلدات الضفة الغربية، وإن كنا خلال الأيام الماضية صرنا نشهد اقتحامات خلال النهار تحدث. خلال الليل اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة طوباس، اقتحام كان واسعا استمر عدة ساعات، شهد اشتباكات مسلحة عنيفة مع مقاتلين فلسطينيين، تدمير بعض الشوارع والطرقات واعتقال 11 فلسطينيا، 5 منهم على الأقل من ذوي مطلوبين ومطاردين للقوات الإسرائيلية، التي يعني إن لم تجد المطارد تقوم باعتقال أبيه أو أخيه وذلك للضغط عليه لتسليم نفسه. كذلك مدينة نابلس، مخيم عسكر في نابلس شهد اقتحاما، مخيم قلنديا، مدن مدينة الخليل وأماكن مختلفة من الضفة الغربية شهدت عمليات اقتحام. الحصيلة هي تقريبا 6 إصابات بين الفلسطينيين في أماكن مختلفة، أصيبوا بجروح معظمها متوسطة إلى طفيفة، وأيضا عدد من المعتقلين ربما نحو 20 معتقلا قامت باعتقال. يعني أخيرا أريد أسأل عن ردود الفعل باقتضاب إذا سمحت عبد الحفيظ حول مسألة تصريحات من كفير بضرورة منع عودة العمال الفلسطينيين في إسرائيل إلى العمل من جديد. اليوم هناك اجتماع للحكومة الإسرائيلية، من المتوقع أن يقرر مصير العمال الفلسطينيين، الأمر ليس هينا بالنسبة للفلسطينيين، هناك 150 ألف عامل منذ 7 من أكتوبر إلى اليوم لم يذهبوا إلى العمل داخل إسرائيل ويشكلوا عصب الاقتصاد الفلسطيني، اليوم سيتقرر مصير هؤلاء، والحقيقة الكثير من الفلسطينيين يعني يركبون هذا الاجتماع ويريدون العودة إلى عملهم بسبب الوضع الاقتصادي الصعب جدا. إسرائيل جزء منها معني بعودة هؤلاء العمال، إما بسبب يعني انهيار بعض القطاعات داخل إسرائيل، وإما أيضا لمعرفتها بأن الضائقة الاقتصادية في الضفة الغربية قد تتحول إلى انفجار أمني كبير ضد القوات الإسرائيلية في هذه المناطق. أشكرك من رام الله مراسل العربية عبد الحفيظ جعوان.
حذرت وكالة الأونروا من حدوث انهيار كامل للوضع الإنساني في قطاع غزة، وأكد المدير العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري لإنقاذ الوضع المتردي جدا هناك، وأضاف أن الوكالة نفسها أوشكت على الانهيار وعدم القدرة على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة للمدنيين. أطلق الجيش الإسرائيلي سراح عدد من المدنيين الفلسطينيين كان قد اعتقلهم في غزة خلال عملية نزوح، وأجبرهم على نزع ملابسهم والتوجه إلى حاجز ناتساريم إلى الجنوب. وقال أحد المخرج عنهم إنه خلال فترة الأسر منع الجيش الإسرائيلي عنهم الغذاء والمياه وتعرضوا للتعذيب والتنكيل. بدي أطلع من الدار كان في قناصات ما عرفت إيش نطلع، قزايف ومدفعية قاعدين في الظل مش عارفين نتحرك، الشباك الباب مش عارفين نفتحه. بعد 4 أيام لقينا الدبابة بتزق في الباب، صرنا نزعق من النسوان يسرقوا في قلب الظل، صرنا نسرق وزقينا بنت صغيرة جزفنا فيها معاها شريطة بيضة، فتحوا علينا الباب برونا على شقة ورموا النسوان، نسواننا مش عارفين وينهم ولازم مش عارف وينهم. أنا معايا 10 تنفات، 4 أيام وهم بعزبوا فينا رمينا زي الكلاب مربطينا، بحدش بيحكي معنا كلمة منيحة، مربطين ومرميين على الأرض رؤوسها مغطية إيدينا مربطة كله بخبط، إذا ما سمعتهش ما ردتش عليه من أول مرة بخبطك. وفي ناس هجموا عليهم بخطون 4 و5 بهجموا على الواحد، ذبحونا مش قادرين لا أكل ولا مية، سبونا عند الشارع هذا اللي عاملينه الحاجز اللي عاملينه، قالوا لنا إذا بتروح على غزة بتموت روح على الجنوب، مسكنا وقالوا هيك. طب هوياتنا مصارينا أخذوها ولا حاجة تضل معانا، كل واحد بنقول له هوياتنا بقول لك بيجوك من وين بيجونا، مصارية أخذوها جوال أخذوها، أنا مش عارف مرته وأولاده وين. أصغر متطوع في مستشفى غزة الأوروبي المكتظ في خان يونس يساعد والدته في تعبئة وتوزيع الإمدادات الطبية، حيث يعاني المركز الطبي من أعداد كبيرة من المرضى ونقص في الطاقم الطبي. يجر هذا الصبي الفلسطيني عربة مساعدة وأدوية أكبر من حجمه بمرتين أو ثلاثة، ففي غزة يكبر الصغار بوقت قياسي وتقوى سواعدهم ويثبت عظمهم مع كل هزة يتسبب فيها قصف إسرائيلي عنيف. 13 عاماً عمر هذا الصبي أصغر متطوع في مستشفى غزة الأوروبي المكتظ في خان يونس، حيث يساعد والدته في تعبئة وتوزيع الإمدادات الطبية. تطوع مع أمي في مستشفى غزة الأوروبي، بتشتغل في قسم الميديكال سبلايز اللي هو المهام الطبية، ويعني عشان الحرب قعدت وقت 62 يوم 63 يوم، فالأقسام بتطلب طلبيات وإحنا بنصرفها وبنوديها. بطلت غزة حالها قبل، ما ضلش حدا في البلد، الناس بتتقطع وبتترمى، الناس تحت الأنقاض مش قادرين نصل لها. يزن عمره 13 سنة، أنا بتعامل حاليا مع يزن على إنه عمره 30 سنة. ليش؟ لأنه كبر قبل أوانه. تحمل مسؤولية وطن، مسؤولية شعب كامل، يقف في وسط الميدان معرض روحه للخطر عشان خاطر نساعد في اللي هي يسد خانة في الإصابات وفي ظل الأحداث اللي بتصير. فيعني الله يرضى عليه، استوعب المسائل ويعني في نفس الوقت خفف عني كتير. يقضي الصبي الفلسطيني وقته يجر هذه العربة من مكان إلى آخر داخل المستشفى بقصد المساعدة، ويسجل أسماء الأدوية على ورقة بيضاء لربما سيغدو صيدلانيا في المستقبل كان قد خضع لتدريب مهني منذ نعومة أطفاله. هلا العلي، العربية. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل أيضا. هيئة الإيجاد تؤكد أن الأطراف المتحاربة في السودان تعهدت ببحث وقف الأعمال القتالية. ولدينا أيضا درنة ليبية تنفض أوجاع الفيضان وتعود للحياة تدريجيا.
على وقع غارات مكثفة، إسرائيل تستهدف مستشفيات جنوب غزة وتحاصر مستشفيات الشمال. إسرائيل تعلن عن جدول زمني لحربها على غزة وتحاول عقد صفقات تبادل أسرى الشهرين المقبلين. فرنسا تسقط مسيرات في البحر الأحمر، الحوثي يهدد بتوسيع الهجمات، وإسرائيل تتوعد بالرد. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام المصريين في الداخل في الانتخابات الرئاسية لثلاثة أيام. حياكم الله من جديد. أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية أنها أسقطت مسيرتين في البحر الأحمر كانتا متجهتين نحوها انطلاقا من سواحل اليمن. وقالت الهيئة في بيان إن الفرقاطة المتعددة المهام لانغدوك العاملة في البحر الأحمر اعترضت هذين التهديدين المحددين ودمرتهما. وكانت مشاهدين جماعة الحوثي قد وسعت من تهديدها في البحر الأحمر ليشمل جميع السفن الأجنبية العابرة من البحر الأحمر أيا كانت جنسيتها. وبررت جماعة الحوثي هذا التهديد للسفن العابرة للبحر الأحمر على أنها تذهب إلى الموانئ الإسرائيلية. من جانبه قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحاي هينغبي إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنه إذا لم يتحرك العالم لقمع هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر فإن إسرائيل ستتحرك عسكريا إزاء ذلك. وقال هانغبي في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية إن هذا الموقف نقله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وإلى المستشار الألماني أولاف شولتز. وبموازاة تصاعد التوتر في البحر الأحمر، توعدت ميليشيا كتائب حزب الله العراقية توعدت بمزيد من الهجمات على المصالح الأمريكية في العراق. وقالت الميليشيا إن عملياتها ضد الولايات المتحدة ستستمر حتى إخراج آخر جندي لها من البلاد، مضيفة أن استهدافات الأمس مجرد بداية، وذلك في إشارة للهجوم على السفارة الأمريكية وعلى جهاز الأمن الوطني. الميليشيا قالت أيضا إن تعاون منتسبي الأجهزة الأمنية مع الأمريكيين سيجعلهم شركاء لهم. بدأ الناخبون في مصر الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي تستمر في الداخل لمدة 3 أيام على أن تعلن النتيجة في 18 ديسمبر في حال تم حسم هذا التصويت خلال الجولة الأولى. ويحق مشاهدينا لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، فيما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع ب 11,631 لجنة. ومن المقرر أن يتولى الرئيس المنتخب فترة رئاسية مدتها 6 سنوات تبدأ من أبريل 2024 حتى 2030. متابعة للانتخابات الرئاسية المصرية تنضم إلينا من القاهرة مديرة مكتب العربية في مصر رندا أبو العزم. رندا مرحبا بك معي. الحديث دائما عن نسبة الإقبال حتى اللحظة، كيف يمكن رصدها أيضا إن كان أيضا من مشاهدات تم رصدها متابعتها منذ وجودك في هذا المركز، مركز الاقتراع الانتخابي منذ الصباح؟ نعم نواف، صباح الخير. أنا أقف هنا في أمام لجنة كلية الفنون الجميلة بالزمالك محافظة القاهرة. منطقة الزمالك منطقة يعني ثرية إلى حد كبير، كان هناك حرص كبير من السيدات وكبار السن على التوافد هنا قبل فتح صناديق الاقتراع. ربما الكثافة قلت بعض الشيء، ولكن السيدات يتصدرن المشهد ليس فقط في هذه اللجنة ولكن في لجان أخرى على مستوى محافظات مصر.
27، ربما رأينا السيدات يتصدرن المشهد أيضا في محافظة مطروح شمال مصر وبعض المحافظات الأخرى، ولكن تعلم أن الوقت ما زال مبكرا، هذا يوم عمل عادي. تمتد الانتخابات على مدار 3 أيام من 9 صباحا ل9 مساء، إذن هناك فترة كافية للجميع حتى للموظفين بعد انتهاء فترة عملهم أن يأتوا للإدلاء بأصواتهم. ربما الملاحظ في هذه المرة مقارنة بعام 2018 الذي تنافس فيها أمام الرئيس السيسي مرشح واحد هو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، وحصل آنذاك الرئيس السيسي على نسبة 97% من الأصوات، أن هذه المرة يتنافس أمامه 3 مرشحون هم فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب. ربما الأحداث التي تمر بها غزة والحرب في غزة هي التي كانت تسيطر بصورة كبيرة جدا على المواطنين منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر. تعلم أن فتح باب التقدم للانتخابات كان في أوائل أكتوبر، إذن هذا يعني صرف الانتباه بصورة كبيرة جدا عن مجريات الانتخابات والمنافسة وحتى التعرف على هؤلاء المرشحون 3 الذين لا يعلم أسماءهم عدد كبير جدا من المواطنين. ولكن الحفاظ على الأمن القومي المصري بسبب ما يجري الآن في غزة استولى بصورة كبيرة جدا على انتباه المواطنين وأصبح أولوية أكثر من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر. هناك ملاحظة أخرى هو مقارنة بالانتخابات السابقة، الجيش كان يؤمن الجيش هو الذي كان يؤمن اللجان، ولكن بعد النجاح على القضاء على الإرهاب الداخلية الآن بتقوم بالتأمين بصورة كبيرة جدا، وأيضا رفعت حالة التأهب القصوى مع وجود أكثر من 15,000 قاض يشرفون على الانتخابات، قاض على كل صندوق. تفضل نواف. شكرا نايف يا رندا، مش نواف، شكرا جزيلا لك من القاهرة مديرة. أنا أسفة يا نايف، معلش نسيتي مع الانتخابات، حقك علي الشكر. أنا أسفة. شكرا من القاهرة. شكرا يا نايف. مكتب العربية في مصر رندا أبو العزم. أكدت الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد أن القمة التي عقدتها في جيبوتي نجحت في الحصول على تعهد من الأطراف المتحاربة بالسودان بالاجتماع قريبا من أجل الاتفاق على وقف الأعمال القتالية. وقال السكرتير التنفيذي للهيئة إن نقاشات قمة الإيجاد أثمرت بتوجيهات بناءة للتعامل مع الصراع في السودان. هذا وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قال إن التدخلات الخارجية في أزمة بلاده تطيل أمد الحرب، وذكر البرهان أن التدخلات الخارجية تؤدي أيضا إلى ارتكاب المزيد من الفضائع، وأضاف أن توقيع إعلان جدة للمبادئ الإنسانية كان فرصة حقيقية ومبكرة لإنهاء الأزمة سلميا لو التزمت قوات الدعم السريع بما تم التوقيع عليه. في ليبيا تشهد مدينة درنة خلال هذه الفترة عودة تدريجية للأنشطة التجارية مع افتتاح عدد من المحال التجارية، عودة المصارف أيضا بالإضافة إلى إزالة العشوائيات وتعويض المتضررين جراء الفيضان. محمد مسعود تابع الوضع الاقتصادي بالمدينة. يحاول أهالي مدينة درنة اليوم ضي صفحة الماضي بكل أوجاعه والنظر إلى المستقبل الذي يشكل الوضع الاقتصادي أهم ركائزه، حيث بدأت مصارف المدينة بالعمل وتوزيع السيولة النقدية، وقامت مصارف أخرى تعرضت للضرر بنقل فروعها لمناطق أخرى أقل تضرراً لتقديم خدماتها للمواطنين. المصرف شمال أفريقيا انتقل طبلة في البداية درنا، ممكن بعد الكارثة بحوالي بأسبوعين 10 أيام أسسوا مقر متاحهم. والتجاري طبعا انت عارف مكانه مغمر بالخاش فيه السيل، وما شاء الله تبارك الله حتى مفتحوا. نحن نحاولوا في مرتبات المصارف ناخذ حكم عملي مفتوحات المصارف. والله من ناحيه فيه تحسن، لكن تحسن بسيط، عارف كيف؟ وتستغرب ان مرات تجي للمصرف تلقى السيوله متوفره، تمام؟ ما تجي للمكاتب تلقى نفس السيوله، فهمتني؟ تضطر أنك تخش على التحويل طبعا كل شيء نسبة. وفيما تشهد البلاد تراجعا في أسعار الدينار مقابل العملات وضعف القدرة الشرائية للمواطنين الذين أنهكتهم ظروف الكارثة، تحاول المصارف بالمدينة تفعيل خدماتها الإلكترونية وتسهيل الخدمات
مع تأثر القطاع المصرفي بما حصل في المدينة من ناحية تعامل المواطنين وغياب الأوراق الثبوتية للبعض. بدينا العام الرسمي يوم 24/9، الحمد لله صرفنا سيولة نقدية لكل مواطن يرد له حساب عندنا بحد أقصى 4000 دينار، والحمد لله يعني وصلنا إمداد كبير من السيولة. الفترة اللي فاتت وصلتنا سيولة أخرى، هي اللي بدينا الفترة هذه إن إحنا ندفع فيها للمواطنين من جديد. الحمد لله العمل ساري ونحاول نديره لأقصى ما في وسعنا، نقدمه في الخدمات الإلكترونية للمواطنين، اشتراكات جديدة، تفعيل خدمة الاس ام اس على الموبايلات، نقدمه في عملية الاشتراك بالبطاقة متاع مصرفي الصديق متاع مصرف الصديق. ومع فتح المخابز والمحال التجارية وعودة الأنشطة التجارية بشكل تدريجي للمدينة، وعمل الحكومة والغرفة الأمنية على إزالة الركام وآثار الفيضان وإزالة العشوائيات ومحاولة توفير المواد الأساسية منعا للاستغلال، بدأت ملامح الحياة تعود للمدينة المنكوبة. رغم آثار الفيضان وندباته الواضحة على وجوه المواطنين ونفسياتهم، تحاول الحكومة من جهة تقديم الخدمات وفتح المصارف وتوفير السيولة، ويحاول أهل المدينة بشق الأنفس تجاوز أزمتهم والنظر إلى المستقبل. محمد مسعود، مدينة درنا، العربية. قالت روسيا أن قواتها هاجمت أهدافا أوكرانية بما في ذلك مستودع للذخيرة. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت العديد من الهجمات الأوكرانية في دونيتسك وليمان، بالإضافة أيضا إلى كوبيانسك شرقي أوكرانيا. هذا وأعلنت أوكرانيا أن قواتها المسلحة ضربت عدة أهداف روسية بما في ذلك مخبأ، وفقا لإحاطات رسمية من البلدين، فيما هاجمت مستودع ذخيرة أوكراني ودمرت مركباتهم المدرعة وأنظمة المدفعية. اتهم مسؤول في خفر السواحل الفلبيني الصين بإطلاق مدافع مياه على سفينتين لإعادة الإمداد وصدمها في بحر الصين الجنوبي، مشيرا إلى أن واحدة منها تعرضت لضرر بالغ في المحرك. أتى هذا بعد يوم من اتهام الفلبين خفر السواحل الصيني بإطلاق خراطيم المياه بشكل متكرر لإعاقة عبور 3 زوارق حكومية بالقرب من منطقة شعاب مرجانية تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي. أنباء سيئة للرئيس الأمريكي جو بايدن حملها آخر استطلاع رأي بشأن الانتخابات، حيث كشف استطلاع لول ستريت جورنال أن كفة دونالد ترامب أصبحت أثقل من كفة بايدن. نتابع. اختبار مباشر للمرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية يحاكي اقتراعا افتراضيا رجح كفة الرئيس السابق مقابل كفة الرئيس الحالي. استطلاع صحيفة وول ستريت جورنال أشار إلى أن الرئيس جو بايدن في أضعف نقطة في حياته السياسية بعد أن حصد 43% مقابل 47% لدونالد ترامب على المستوى الوطني. الأرقام توزعت بحسب أجندة كل من المرشحين تجاه اهتمامات الأمريكيين كالاقتصاد والإجهاض وتأمين الحدود، لكن عدم الرضا عن أداء بايدن الوظيفي على صعد مختلفة كان واضحاً. 53% من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع أكدوا تضررهم بشكل شخصي من أجندة بايدن، لكن أكثر من النصف يصفون سياسات ترامب خلال فترة رئاسته كجالب للفائدة الشخصية. الاستطلاع أشار إلى فشل بايدن مع مجموعات ناخبين ديمقراطيين بالأخص فئات الشباب واللاتينيين والسود، خاصة على الجانب الاقتصادي، بعد أن بنى بايدن سياسته الاقتصادية على أساس ترويض التضخم بدلاً من خلق فرص العمل. ويصنف ثلثان ناخبين الاقتصاد على أنه ضعيف أو غير جيد، ويقول ثلثان إن الاقتصاد أصبح أسوأ في العامين الماضيين خلال فترة وجود بايدن في منصبه. بل إن سياسات بايدن أدت إلى زعزعة ثقة الجمهور الديمقراطي في حزبه، ما أسس لما يسمى الديمقراطيين الساخطين الذين يشكلون 24% من الناخبين ويتبنون رؤية قاتمة للاقتصاد الوطني. نتائجه كانت صادمة للديمقراطيين
المتخوفين من قدرة بايدن بالأصل إثر العمر الذي وصل إليه، بالتزامن مع الخوف من عودة ترامب الذي يشكل خطراً على الديمقراطية الأمريكية بحسب تصريحاتهم. إيفا عمر، العربية. خلفت العواصف والأعاصير الشديدة التي ضربت ولاية تينيسي الأمريكية مقتل 6 أشخاص على الأقل، حيث تسببت وفق ما وصفته خدمات الطوارئ المحلية في أضرار واسعة النطاق، من انقطاع للتيار الكهربائي لنحو 80,000 شخص. نعود مرة أخرى مشاهدين إلى تطورات الحرب في غزة، هذه الصور المباشرة لاستمرار القصف والغارات الإسرائيلية على كل أنحاء قطاع غزة، كما نتابع طبعا أعمدة الدخان وهي تتصاعد من عدد من المناطق في شمال ووسط وجنوب القطاع، وحول استمرار الحرب وفي أعقاب طبعا مشاهدين الفيتو الأمريكي أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لمجلس الأمن باتخاذ قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأيضا قال إن سلطة المجلس ومصداقيته أيضا تقوضتا، منددا بالانقسامات التي قال إنها أصابت المنظمة الأممية بالشلل. غوتيريش أضاف أيضا في تصريحاته أنه لن يتخلى عن دعوته لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة، مؤكدا أن ما من حماية فعالة للمدنيين في القطاع في ظل سقوط قتلى، ووصفها بغير المسبوقة. حسين حامد خليل السكني من معسكر جباليا، تم نزوحنا بعد استهداف البيت والمنطقة وتم استشهاد إخوتي كلهم، اليوم أطفالنا بلا آباء، حتى الآن شهداءنا تحت الأنقاض. أطالب بوقف الحرب وأطالب بإمداد كل المساعدات الإنسانية ودخول الماء والكهرباء حتى صورة أشعة. أنا اللي في الكسر 3 أيام ما بيقدموش إلى أي علاج لأنه ما فيش تصوير للأشعة وعندي نزيف. نختم دائما بالعناوين. على وقع غارات مكثفة، إسرائيل تستهدف مستشفيات جنوب غزة وتحاصر مستشفيات الشمال. إسرائيل تعلن عن جدول زمني لحربها على غزة وتحاول عقد صفقات تبادل أسرى الشهرين المقبلين. فرنسا تسقط مسيرات في البحر الأحمر والحوثي يهدد بتوسيع الهجمات، إسرائيل تتوعد بالرد. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام المصريين في الداخل في الانتخابات الرئاسية لثلاثة أيام. شكرا لكم دائما لكرم لطف المتابعة العربية دوت نت لمزيد من الأخبار والمعلومات. هذه النشرة انتهت، إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.